على مدار العقد الماضي والحالي، ومحاولات مستمرة من الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة الوطنية داخل دول الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع تأجيج الصراعات داخل هذه الدول، ما جعل الطريق أمام هذه الجماعات الإرهابية ممهداً لاحتلال أجزاء من الدولة وإقامة خلافة بها وصولاً إلى حالة إلغاء تامة للدولة. وقد عانت دول عربية كبرى منذ عام 2011 وما تلاها من سنوات من ظاهرة إسقاط الدولة الوطنية على أيدي التنظيمات الإرهابية، والتي عانت من ويلات الإرهاب الممزوج بصراع طائفي أو سياسي أدى إلى تدمير كامل لأركان الدولة وإضعاف سياستها الخارجية وإقحام مواطنيها في صراعات لا طائل منها. وعملت هذه الجماعات الإرهابية على طمس الهوية الوطنية للدول بتدمير مؤسساتها وعملتها الوطنية وقتل عناصرها الأمنية المنتمية لقواتها المسلحة أو الشرطة، والعمل على محو تاريخ هذه الدول بتدمير ممتلكاتها الأثرية، فضلاً عن الاستحواذ على مصادر دخلها كالبترول والغاز وبيعها في السوق السوداء لزيادة أنشطتها المالية. وقد أدى التحالف بين الجماعات الإرهابية في المناطق الحدودية للدول إلى تكوين بؤر إرهابية كبرى لتسهيل انتقال العناصر الإرهابية وتدفق السلاح وتسهيل العمليات الإجرامية وتكوين أنشطة تجارية خارجة عن القانون تساهم في زيادة تدفق الأموال إلى هذه الجماعات لتمكينهم من الاستمرار في أنشطتهم الإرهابية. وعلى الرغم من نجاح بعض الدول في وقف نشاط ظاهرة إسقاط الدولة الوطنية واستعادة جزء كبير من عافيتها، لا يزال نشاط الجماعات الإرهابية يحاول العودة مجدداً من حين لآخر إلى صدارة المشهد وتهديد دول المنطقة، وهو الأمر الذي لن يتوقف إلا باتحاد دول المنطقة والعمل على بتر الإرهاب من جذوره.